بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحبابنا اليوم إحنا حابين نجيب لكم حل مشكلة لمشكلة 4000 ساعة. طبعا أنا كنت بعاني زيكم من قصة 4000 ساعة وكيف بدنا نجيبها وكيف حلها وكيف يعني أنا كنت بعاني معاناة شديدة من إنه كل يوم ما بزيدش عندي إلا ساعة ساعتين ثلاثة. طب هي قصة 12 شهر، يعني لو بدنا نحكي في 12 شهر هنعاني معاناة شديدة، يعني مش هتوصل 4000 ساعة أصلا. فبحثت بحثت بحثت لما وصلت لطريقة، يعني صارت عندي كل يوم تزيد 30 ساعة 40 ساعة. فهذه الطريقة يعني مضمونة ومش هتخسروا شغل لما تجربوها انتم، بس انا بحكيكم طريقة مضمونة. واسيبكم من الصفحات اللي بتقولكم اقسم بالله 4000 ساعة وابصر ايش وهالكلام هذا، وبقعد بعمل لك بس عشان يحضر لك ويحط عنده مشاهدات وخلص. انا بديكم طريقة عن جد باذن الله مضمونة، بس بدي منكم دعاء وتحطوا لي لايك واشتراك للفيديو. وانا يعني ايش وحلا بعديها كمان هجيب لكم حل مشكلة الاشتراكات وكيف حتوصل 1000 مشترك في اسرع وقت، يعني في خلال اسبوع ماكسيموم يكون عندك انت 1000 مشترك. طبعا بسم الله هذه قناتي. انت اول شغلة لازم تكون عندك انت اللي هو محقق خاصية الدخل، وبعدين انت بدك تعمل اللي هو يكون عندك انت فيديوهات. هذه أول كإشي أساسي في قناتك إنه يكون عندك عدد فيديوهات، يعني كل يوم تنزل فيديوهين ثلاثة عشان إيش يكون عندك أنت في عليها مشاهدات وإشي. بس برضو بدك أنت تكون عشان تخلص بدك أنت تكون فوق 5 دقايق والعشر دقايق، وحاول كمان يكون عندك نص ساعة أو ساعة الفيديوهات اللي عندك عشان تقدر تحقق أكبر قدر ممكن من الإيش من الأرباح. طبعا هو مش هذا الاشي الاساسي انه في تحقيق 4000 ساعة، بس برضو بنفس الوقت يعني انه احنا في اشي اساسي هتشتغل عليه. بس بعد ما تحقيق الربح هتصير بدك انت خلاص انه يكون عندك فيديوهات. لو انت كل يوم حاطط 3 فيديوهات 4 فيديوهات، يعني كل يوم مشاهدة الفيديو هذا، هي صارت عندك انت وصلت 1000 فيديو. هيصير عندك انت مثلا كل مينيموم يعني لكل فيديو عليه مشاهدة واحدة، تمام؟ هلقيت المشاهدة الواحدة هذه لو انت كل يوم هاي مشاهدة 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 هلقيت 1000 مشاهدة كل يوم، تمام؟ بس برضو يعني انه انا عشان انت تكون على بينة واضحة من الشيء لازم تكون انت عندك اول شيء قبل ما تبدأ في الشغل هذا، قبل ما تبدأ كيف انك تحقق 4000 ساعة عشان ما تغلبش حالك وتتعب حالك، بدك تكون عندك فيديوهات، يعني عندك بده يكون عندك ايش الفيديوهات نص ساعة أو ساعة، عشان لازم تنزل لك على الأقل شيء بدك تنزل لك فيديوهين. عشان بعد ما تنزل الفيديو نص ساعة أو الساعة إيش هتعمل؟ يعني مثلا أنا عندي هنا منزل فيديوهات أي كل هنا نص ساعة، هلقيت أنا إيش عامل؟ إني عامل في قائمة التشغيل كدروس. فأنا إيش بعمل فيهن؟ هلقيت أنا بروح باخد هدول الفيديوهات هدول طبعا الفيديوهات عندي، لكن انت كل ما يكون عليهم مشاهدات كل ما بيزيد عندك الساعات اكيد. فانت كيف بدك تحقق خاصية 4000 ساعة والالف مشترك؟ طبعا قصة 1000 مشترك قصة سهلة وانا حقولكم اياها ان شاء الله. اتركوا لي تعليق وانا حديكم حل مشكلة 1000 ساعة في خلال اسرع وقت حتكونوا عاملين، يعني خلال يومين ثلاثة ماكسيموم، قلت لكم اسبوع، يعني هو نشاطك حتكون مخلص 1000 اشتراك. وطرق مضمونة ومجربة وأنا مجربها، يعني ما بدها بس إنكم تدعوا لي وتحطوا لكم لايك للفيديو واشتراك. طبعا بسم الله إحنا حنبدأ. هلقيت أنا أقول لكم إيش هعمل. طبعا أنا أول حاجة هعملها هروح أجي على الفيديو هذا. طبعا أنا قلت لكم هنا بدك تعمل نظام، لو بنصحك أنا تعمل قائمة تشغيل زي هيك، تكون انت ايش عندك عدة فيديوهات مع بعض. انا حطيت هدول 3 فيديوهات مع بعض كل واحد نص ساعة عشان
اسهل الي في الشغل، وانك انت ما تغلبكاش، تقدر انت تحط انت هو قديش صلوحتك. ممكن انت يعني مثلا خلال حاطط، انا بعمل مثلا كل 4 ساعات، بخلي 4 ساعات في اليوم بشغل الفيديوهات هدول 16 مرة او ايش زي هيك. فخلاص يعني هذول لما انت مشغلهم كل يوم 4 ساعات الفيديوهات هذول، صار عندي انا ايش 4000 ساعة. هاي بديت انا شوي شوي بمشي فيها، صار انا. فحبيت افيدكو، وان شاء الله يا ربنا يتقبل في ميزان حسناتي. اول خطوة انا هعملها عشان ابدا احقق بس 4000 ساعة، واسيبكم البرامج والاشياء اللي مزورة. احنا بنعمل شغل اشي مضمون وامن، واهم اشي بتمنى رضاكم، وانكم تكونوا على بينة ووضوح. انا تعبت زيكم، كل في البداية تعبت وشفت المعاناة اللي كنت اعانيها، انه كل يومين وثلاثة نص ساعة وساعة وساعة، يعني تعبت بصراحة منها. اول شغل ايش هعمل انا؟ هاجي هنا هعمل ايش بدي؟ نافذة جديدة للتصفح المخفي، او ايش كنترول شيفت زائد ان. هذه طبعا من اي متصفح تفتحها، بس هي معروفه يعني تقريبا، هي كنترول شيفت زائد ان بتفتحها. تمام، هقيت انت ايش انتقلت للتصفح المخفي. تمام، هقيت اول خطوه هعملها انا قبل ما انقل المتصفح المخفي، حاجه للفيديو اللي بدي انا انسخه، اللي بدي انا اخلي عليه مشاهدات. انا ما بقدرش اعمل على نص دقيقه ودقيقه و3 دقائق، انا معني بدي فيديو يكون اسلس الي واسرع. وبدي كمان قلت لكم اعملوه في قائمة التشغيل، يعني اعمل لك 3 فيديوهات، اي شغلة حطهم 3 فيديوهات نص ساعة ساعة، حطهم مع بعض في قائمة التشغيل. لما تيجي تعمله حطه في انشاء قائمة التشغيل، واعمل لك ايش قائمة التشغيل. طبعا ايش هعمل؟ قلت لكم انا هعمل اول ايش هعمله هنا، هروح انسخ الرابط هذا، وهعمل وين وديه؟ هعمله هنا حاجة على المتصفح المخفي. طبعا هنسخ الرابط هنا واضغط ايش انتر. تمام، اريد انا اضغط انتر. تمام، هرجع الفيديو من اوله. تمام، ايش هتعمل انت؟ هتروح تحط على تكرار قائمة التشغيل. تمام، هجيت انت خليه يشتغل هنا، شغلته تمام الفيديو، هتروح قلنا بننسخه، وبدك تعمله لصق. تمام، وتسيبه شوية الفيديو يفتح برضه. تمام، تكرار على قد ما بيسع عندك انت الفيديوهات. بس اهم اشي هاجيت حتشوفوا في شغله انه انا بعملها مثلا هنا، هتلاقي في اشياء انه لسه بدي لما تعمله على الكتر، عندك كتر التبوبات حيرجع بده يحمل. تمام، حيرجع بده يحمل تاني، يعني لو انت سبته عملت زي هيك او رحت، هتلاقيه خلص المشكله، يعني هيتم موقف الفيديو، مش هتحل المشكله. صحيح انك فتحت هيك كل هن، بس هاجيت هتلاحظوا معي الشغله انه انا فتحت مثلا فيديوهات هيك. تمام، يعني انا برجعهن هيك. تمام، عملت تكرار، تمام هنا. طبعا انت لما تلاقي حالك بتعمل 20 فيديو، ضلك كل يعني تمك تابع فيهن، ارجع افتح الفيديوهات عندك هو ما قد ما بس عندك جهازك، يعني افتح انت 20 30 على قد ما بس عندك جهازك، بتروح بترجع عليهم هنا كلهن لتتأكد انهم كلهم بيشتغلن، اتأكد ان كلهم بيشتغلن. وفي حتلاقيها على يعيد تحميله، بتحط على هنا التكرار عشان ايش تحل مشكلتك. فاحنا هنا عملها زي هيك. انت طبعا في التصفح المخفي مش هيكشف انه انت اللي فاتح، طبعا من ايميل غير ايميلك اللي انت الايميل تبع قناتك، ايميل ثاني هتفتحه هتشاهد في هذا الفيديوهات. انت هتضلك تشاهد، هتلاقي بعد 3 ايام
تقريبا هتلاقي عندك المشاهدات بدأت إيش تزيد، المشاهدات الساعات هتلاقيه، بما إنه كان عندك مشكلة إنه ساعة ساعتين والتلاتة هذه، هتلاقي يصير عندك فرق 20 ساعة وثلاثين ساعة وأربعين ساعة. هو اللي أنت قلت لك قديش أنت بتسيبه، يعني أنا مخليه أنا زي هيك على خلاص، أنا بعمله زي هيك على 4 ساعات، بتم هنا يجي هنا وبعدين خلاص بيقعد يكرر، بعدين برجع تاني بعمل يخلص على التالت هنا برجع تاني للأول تلقائي، ما أنا عملت له تكرار فخلاص بصير تلقائي لحد ما أنت إيش خلاص وقف تطفي في اللابتوب، أنت سيبه واشتغل شغلك واعمل اللي بدك إياه وسيبه، ما حتتعب فيها أي شغلة. ويعني مثلا ترى كيف أنا عادل إيش تحميل معاي، لأنه أنت كل ما بتفتح أكتر كل ما إيش بصير بده تحميل تاني. تمام، أنا بنصحك بجربوا هالطريقة، وأنا يعني حبيت إن أنا أفيدكو وأديكو فيديو إشي بعد تعب أنا تعبته، بديكو إياه إشي على الجاهز، وإن شاء الله يعني كلكم بتحققوا الدخل وبترتاحوا من هالمشكلة. وأنا مشكلة بتكون الاشتراكات حاجة أشوفكم إياها بفيديو، وبس اتركوا لي تعليق لأبعت لكم الفيديو الخاص في ال1000 مشترك، أنا كيف تخطيت ال1000 مشترك خلال أسبوع. قلت لكم أنتم بتقدروا كمان بتعملوا أقل من هيك، أنا عندي طريقة إن شاء الله تحلوا كل مشاكل الاشتراكات يعني هذه قصة ال4000 ساعة وال1000 مشترك هي طريقة سهلة جدا، بس يعني بدها إنه الواحد يكون مركز وعارف شو اللي بيعمله. وأنا بطلب منكم يعني بطلب منكم انكم تشتركوا في قناتي، وانا حبيت اديكم اول باول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.